السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. حضرتك أنا شغال في الدش، بركب أطباق دش وكده، وزي ما حضرتك عارف إن الدش فيه قنوات كويسة وقنوات مش كويسة، فحكم العمل في المجال ده إيه؟ والله أيضا البناء على الغالب، البناء على الغالب، لكن لا نستطيع أيضا نقطع بالتحريم، لأننا في مجالس الآن، يعني الآن الفضائيات كما لا يخفى عليك تستعمل في الخير وتستعمل في الشر، وأنت تتصل بنا ونحن نخرج على الفضائيات الآن، فما نستطيع أن نفتي بالتحريم، ولكن سدد وقارب قدر الاستطاعة. يعني إذا كنت عارف أن شخص يعني شقي ومغمور في الفساد والشر لا تساعده على الإثم والعدوان، لكن إن كان الأمر محتمل فلا بأس.